هبدأ بالسياسه، هبدأ بالسياسه. احنا بنتكلم على علاقات بدأت في التطور الإيجابي ما بين البلدين خلال تقريبا سنة ويزيد قليلا، وصولا إلى هذه الزيارة في القاهرة، ثم بإذن الله ذهابا إلى زيارة أخرى من فخامة الرئيس إلى أنقرة في إبريل القادم. أهمية العلاقة ما بين العاصمتين. طيب خلينا يعني هو ملحوظة بسيطة، هي تطور العلاقات بدأ من 2021 أو 2020 حينما بدأت المشاورات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة بقيادة وزارة الخارجية المصرية. تلا ذلك تطور في بعد اللقاء المرتقب الذي تم بين أو اللقاء التي حدث في قطر على هامش مونديال قطر في 22. بعد ذلك تم الحديث حول لقاءات مرتقبة بين قادة البلدين، وبعد ذلك تم التأجيل نظرا لظروف سياسية أو أوضاع سياسية، منها الانتخابات في تركيا، منها الانتخابات المصرية. هذه القمة في هذا التوقيت تحديدا تعكس أهمية ما يحدث في المنطقة أو في الشرق الأوسط بسرعة. الشرق الأوسط الآن يشهد قرابة الـ 11 أزمة أو صراع موجود على الساحة، بدءا من الحرب على قطاع غزة، مرورا بالأزمة في البحر الأحمر، وصولا أو مرورا بالأحداث في سوريا والعراق وإيران وباكستان. كل هذه المنطقة، كل هذه التطورات تلقي بظلالها على هذه الزيارة، وربما خيمت بصورة كبيرة على أجواء الزيارة وخاصة الأحداث في غزة. هذه الزيارة تعكس أيضا الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في ملفات الإقليمية بصورة عامة، سواء كنا نتحدث في الحرب في غزة وهي الذي أخذت يعني الوقت الأطول من المباحثات، كما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثات حول غزة والحديث حول غزة أخذ إطار مهم جدا في إطار الحديث أو في إطار القمة التي جمعت الرئيسين. وهذا يعني أن هناك اتفاق مصري تركي بشأن عدد من الأوضاع أو الملفات التي تحدث في غزة، منها إعادة إعمار وبناء غزة، منها إدخال المساعدات، ضرورة وقف الحرب والعدوان على غزة. هذا الأمر ربما هناك خلافات في المنطقة وفي الشرق الأوسط حول آلية الإعمار، ربما هذه القمة جاءت وتم التنسيق في بين القاهرة وأنقرة حول آلية الإعمار، واليوم التالي لوقف إطلاق النار ماذا سيحدث في قطاع غزة؟ هذا ربما سؤال يعني تم إثارته على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، ماذا يمكن أن يحدث في اليوم التالي لوقف إطلاق النار؟ وهو سؤال مهم ربما يعجز الكثير عن الإجابة عنه. النقطة الأخرى المهمة هو ليبيا، وهذا الملف مهم لكلا الدولتين، خاصة أن تركيا بدأت بتفاهمات مع الدولة المصرية في نقاط كثيرة بشأن الملف الليبي، و يعني ربما ما يبرهن ذلك هو نقل السفارة أو فتح السفارة في بنغازي، سفارة أنقرة أو تركيا في بنغازي، أيضا التفاهمات بشأن قضايا وخلافات شرق المتوسط، وهذا من المؤكد أنه تم وإن لم يتم الإفصاح عنه بصورة رئيسية، خاصة أن تركيا ما زال طموح التركي بشأن شرق المتوسط متواجد، وما زال الحديث حول شرق المتوسط متواجد في الدوائر الداخلية في الداخل التركي. هذا لن يتم إلا من خلال تفاهم وتسوية مع الدولة المصرية والحديث مع الدولة المصرية، لأن مصر يمكن أن تلعب دور إيجابي في إحداث تفاهمات بين تركيا واليونان وقبرص، خاصة أن الخلافات بين هذه الدول متصاعدة وشديدة للغاية. إذن نحن نتحدث عن تفاهمات هامة، تركيا تدرك قيمة الدولة المصرية، الملف السوري والملف العراقي وأيضا البحر الأحمر وملف أفريقيا الذي تم الإشارة إليه بصورة طفيفة من خلال بيان قادة البلدين، خاصة أن يعني الطرف المصري أو التركي تحدث أن مصر هي أكبر شريك تجاري في أفريقيا، وهذا له دلالات خاصة بأن هناك رؤية تركية بضرورة تعميق التعاون بين مصر وبين تركيا في ملف التعاون الاقتصادي، ويعكس الرؤية التركية بأنه بوابة أفريقيا، كما أشار أحمد داود أوغلو أيضا في كتابه، وهذه هي قناعة لدى الأتراك بأن بوابة أفريقيا والدخول لأفريقيا هي مصر ليس بوابة أخرى. حاولت تركيا في سنوات ماضية أو قبل وقت ببحث عن بوابات أخرى غير البوابة المصرية للدخول إلى أفريقيا، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، وكما أشار أحمد أو ربما رؤية أحمد داود أوغلو وزير أو منظر كما يراه البعض السياسة الخارجية التركية هي التي باتت هي الأصوب وهي الأدق، بأن التعاون مع مصر ضرورة للدخول لأفريقيا وأيضا للعمق العربي والتعاون مع الوطن العربي. جميل جدا.